اليوم الأحد 21/9/1440 في مركزنا خيرات الطائف. زارنا حجازي نجد، زارنا حبيبنا الأستاذ عبد العزيز بن علي الأصقة، وهم من الأسر أهل حائل. أنتوا ولا حائل؟ أهل حائل عموما، حائل نجد كله سوا، اللي ساكنة في الطائف يعني كباقي الأسر النجدية وأهل حائل، مو من دحين، من زمان. فاللكنة واللهجة الاسم حائل، لكن اللكنة واللهجة والذكريات كلها طائفية. وهو الآن في التعليم هنا في، تفضل، في جدة، يا تعليم جدة في قسم الخدمات العامة. أيه. وإن شاء الله خلاص قريب التقاعد، والحمد لله أنه شفنا حبيبنا وغالي علينا من سنين ما شفنا. أنتوا كنتوا ساكنين فين؟ أساساً في مكة، بعدين؟ الطائف، بحكم أبوك عمله في الجيش. نعم، عمله في الجيش، كان في مدير الفرع المالي في الجيش. فين؟ في الطائف. قبل عم نايف عصيمي ولا؟ قبل عم نايف عصيمي. أيوة، نايف عصيمي كان الوكيل حقه. أوه. إيه نعم. عم علي أصقة هو كان مديره والوكيل. والوكيل عم نايف عصيمي. أيوة. والوالد من يعني طبعًا ولادة حائل. ولادة بريدة. بريدة. إيه. من هاي الحائل بس ولادة بريدة. نعم. عم كم؟ والله ما توفى. أيوة. الله يرحمه. أيوة. له سنين. سنين. وانتقل لمكة. كان في الجيش في مكة، في الكشلة. أيه. في مكة. أيه. مدير المستودعات. أيه. بعدين صار مدير الفرع المالي في الطائف. في الطائف عام كم ما تذكر؟ من في الثمانينات. الثمانينات الهجرية. أي نعم. ولين تقاعد؟ لين تقاعد. تقاعد يمكن عام 1405. أيه. 1404. أيه. تقاعد. وبعدها في 1407 توفى. والفترة هذه كنت في الطائف. في الطائف. أي نعم. توفى الله في عام كم ما تذكر؟ الطائف. عام 1407. سبعة. وكنت ساك، انا اخبركم في العزيزيه صح، كنا في الشرقيه. في الشرقيه بعدين صرنا في النزهه. اول شيء في الشرقيه فين؟ في عند شارع عكاظ، حاره الشروق ولا لا؟ جنب حاره الدواسر. الدواسر. إيه. نعم. وجلست هناك لين عمرك كم؟ طبعا انا كنت لاني بحكم دراستي في مكه وكلها بعد نقلتنا الطائف، ما درست انا في الطائف ولا شيء، بس قعدتي في الطائف. فكنت بين مكه والطائف. بين مكه تعرف والطائف. ما قدرت اقطع مكه، دوب طلعني من مكه كذا مباشره ما قدر. لكن برضو حبايبنا في الطائف، وانت من حبايبنا يا حبيبي. الله يعطيك العافيه ويبارك فيك. الله يرضى عليك ويبارك. سلامي لك والاسره تعالى الاصل جميعا، اهلنا واحبابنا واسرتكم الطيبه. الله يكرمك. الله يرحمه عم حسن. الله يرحمه رحمة واسعة إن شاء الله. آمين. رجل طيب. آمين. من أطيب الرجال اللي قابلتهم في حياتي. الله يسلمك ويبارك فيك. ولولد عمك كمان اللي في إبراهيم، اللي جننا في العزيزية في الحائل. إبراهيم الآن في حائل. حائل. نعم. وتقاعد، كان في شركة كهرباء. أيه. حائل وتقاعد الآن ما شاء الله. سلامي عليه. الله يرضى عليك. الأسرة. الله يبارك. الله يخليك ويبارك فيك. إيش رأيك بالفكرة هذه حق الخيرات الطائفية؟ والله فكرة حلوة، وأنا من يوم شفتها جيت مباشرة عشان أشوفك قبل ما أشوف الفكرة. الله يعطيك العافية. لأنه لك وحشة والله يا رويد. الله يسلمك ويبارك. أنت من أعز الناس على قلوبنا يا الله يكرمك ويسلمك. الله يرحم والديك. سلمك الله. شكرا يا طايف. شرفنا مركز خيرات الطائف ابن العم الدكتور طارق عبد الرحمن يسلم أفضية الطائف. كنا إحنا كده. الله يحييك يا أبو عبد الله. يا هلا يا هلا بروي. هلا بعصام. ايش رايك في الفكره هذه؟ جميله ان شاء الله. كمان كذا انا جبت لنا الطائف هنا جنبنا، قربته. ايه ما شاء الله تبارك الله، ربنا كل يبارك ان شاء الله. كل المنتجات اللي متعود عليها في الطائف خلاص كلها هنا، بدل ما اضرب مشوار الطائف هنا يجي. حتى ايش؟ حتى عطر الورد. هذا القاضي، وعلى القاضي سلام. طبعا ايش هذا؟ لازم انت تنعكس عشان تشوفها. لا تجي بعدين، نحط مرايه بعدين نصير القاضي. الله يعطيك العافيه. يلا كل عام وانتم طيبين. لا اقول لك الكلمه هذه الاوليه اللي شفتها، قلت لاحظت ما شاء الله كثير سيدات يسوقوا، شباب يسوقوا. تبارك الله. شباب يعني اللي في الدكاكين ما يعرفوا. لا وانت لا في البيت ما تعرف، وتمشي بالسياره ما تعرف، ما تشوف. لكن في البصه تلاحظ. لكن تراقب ما شاء الله. خلاص الامور الحمد لله فتحت ونص بكل ادب وباحترام. انا نص اللي يجيني هنا في البصه نصهم حريف. سيدات يسوقوا سيارات وما كنت اعرفها اول، ما عرفتها اللي بالبسطه. لا ما حتشوف هذا اصلا الا لما توقف وتتفرج، لانه الدكان يوم ينزلوا بعدين لما تجلس. إيه. في مكان كده هاوي وطراوه وحلو كده ومركاز، حتشوف الرايح والجاي. الرايح والجاي تشوفه مضبوط. نعم نعم. كل عام وانتم طيبين بخير ان شاء الله. يبارك فيك. سلمك الله ان شاء الله. موفق للجميع. سلام يا رب. سلمك الله. وهنا الاستاذ العتيبي، عيسى العتيبي. عيسى العتيبي والعمده عصام متبولي. اهلا وسهلا. كنا كذا. الله يحييك. طبعا تابعوا على البال، مره مسوي حلقه رائعه مع بيت مع آل المتبولي في بيتهم في حاره سوق العلوي. سوق العلوي حاره اليمن اليمنيه. انا تبع المظلوم بس عاد جيراني. الله يرحمكم. عرفت انا عمده
الله حييك، اهلا وسهلا. انا اسم مركز الطائف وعشاق الطائف واحباء اهل الطائف. الله يخليك ان شاء الله. والله احنا لنا الشرف صراحه، وما شاء الله تبارك الله اشياء من احسن ما يمكن، وانصح كل واحد انه لازم يجي يزورك في المكان هذا. ما شاء الله تبارك الله اشياء من احسن ما يمكن، الله يزيدك ويبارك لك. بعدين شوف حتى هوانا طايف، ما يحتاج كل يعني شيء طايف، كل شيء طايف، بس احنا جداويه. شرفتنا استاذ. اهلا وسهلا. البسطه طيبه وصاحبها طيب ومنتجاته طيبه، ما شاء الله ننصحهم انهم يزوروا المكان ده. الله يعطيك العافيه ويبارك فيك. الرياضيين ما شاء الله على البحر هنا. الله يعطيك العافيه. ما نجيب رخيص، هذا هو شكله مالي. طايف يا تراحي بالمطر والطايف احلى.